حولها موضوع الملتقى الحكومي 2018، يسرنا أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار الدكتورة مريم الجلهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. بداية أرحب بك دكتورة. طبعا في البداية يجب أن نبارك لكم على حصول الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات على جائزة أفضل الممارسات الحكومية. دكتورة، ماذا تعني لكم هذه الجائزة؟ وأيضا ما هي الإنجازات التي حققتموها للحصول على هذه الجائزة؟ نعم، بداية أحب أن أتوجه بخالص التهنئة لجلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وولي العهد الأمين على نجاح النسخة الثالثة أو الملتقى الثالث للحكومة لهذا العام. طبعا هذه الجائزة هي أول مرة تفوز فيها الهيئة، وهي أعطيت نتيجة قيام الهيئة بمبادرة تقييم واعتماد المستشفيات الخاصة والحكومية في مملكة البحرين لأول مرة، لأن البرنامج هذا يركز على مدى التزام هذه المؤسسات بجودة الخدمات، وخصوصا فيما يتعلق بسلامة المرضى وسلامة المنشأة ومكافحة العدوى فيها، والتأكد من أنها تتبع الممارسات العالمية، لأن احنا نسعى للتحقيق رؤية مملكة البحرين 2030، ومنها أن تكون المملكة واجهة للسياحة العلاجية. فطبعا لما نعمل تقييم للمستشفيات، ليس هذا فقط، وإنما نصنف المستشفيات بناء على هذا التقييم، فتكون هناك منافسة بين المستشفيات للحصول على أعلى المعايير. نعم دكتورة مريم، طبعا سمو ولي العهد خلال استعراضه في الملتقى الحكومي 2018 في نسخته الثالثة، طبعا أشار إلى كلمة جميلة جدا، وهي نطوي الصفحة. نعم. وأن هناك الكثير من الإنجازات التي استعرضها سموه، والتي طبعا حققتها الكثير من الوزارات. سؤالي هنا، كيف سوف يسهم أو أسهم هذا الملتقى تحديدا وفعلا في تطوير الأداء الحكومي وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة؟ نعم، طبعا هذا الملتقى يعتبر فرصة سنوية لالتقاء صناع القرار في الحكومة جميعا لتحليل ما تم إنجازه سابقا، التحديات اللي واجهتنا، وما هي الإنجازات والتحقيق على مستوى الخطة الحكومية. نعم. فكان جميل أن نرى بمبادرة من سمو ولي العهد أن يستعرض هذه التحديات، سواء كانت المحلية أو الإقليمية أو الدولية، اللي تؤثر على اقتصاد مملكة البحرين. نعم، بالفعل. ولكن ما هي الإنجازات اللي استطاعت الحكومة تحقيقها برغم هذه التحديات، والأهم من ذلك إعطاء دافع لجميع الجهات الحكومية للتنافس لتحقيق أفضل الممارسات، لأن الممارسات هذه ستنعكس على تحقيق الرؤية. وكما قال سموه، جميعنا فريق البحرين، وجميعنا نسعى لتحقيق الرفعة لوطننا إن شاء الله. نعم، سؤالي الأخير ربما يتعلق بأن سمو ولي العهد أشار بأن الملتقى الرابع إن شاء الله السنة القادمة سوف تحقق البحرين والجهات الحكومية مزيدا من الإنجازات، والتي سوف يتم ذكرها إن شاء الله لاحقا. أنتم في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، ما هي خططكم للتطوير وتحقيق المزيد من الإنجازات إن شاء الله؟ طبعا إحنا خططنا أولا راح تسير مع التوجهات الحكومية لتحقيق التوازن المالي. ربما من أكثر قصة النجاح لهذا المشروع اللي نجحنا فيه هو التمويل الذاتي. نعم. دون أي إضافات موارد مالية أو بشرية لتحقيقه. فبالتالي نحن سنسير على توجه الحكومة لتحقيق التوازن المالي. وأيضا لدينا الآن إحنا حققنا تقييم ل 16 مستشفى، لدينا 4 مستشفيات إضافية و 170 مركز طبي، نريدهم أن يحققوا أيضا المستوى العالمي في الجودة. نعم إن شاء الله. دكتورة مريم الجلهمة، رئيسة التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، شكرا جزيلا لكم، وأيضا نبارك لك مرة أخرى. شكرا. وللهيئة هذا الفوز. شكرا. عفواً.